السلام عليكم. الوغ هاد لو كوبل ديال الطاغان دي زون عندي قديم، ديجا قديم عندي في الدار. لو مال عندي تقريبا شي عامين، وعندي لا فيميل يلا شي عام تقريبا هي عندي، ولكن ديجا يسون ابيتيي زعما على ليتر هومان وكلشي، ولكن هادشي معنيش باش نجيبهم للغابة الطبيعة ونطلق صراحهم باش يديرو العشيش ديالهم هنايا، باش يديرو العشيش ديالهم ويعيشو في الطبيعة ديالهم، حيت أنا ماشي عدو ديال الطبيعة، أنا صديق الطبيعة. دونك هادي لا بيغيود ديال لوبرودكسيون وفيها بس هاد الفريخات هادو اللي ما تزادوش في القفص، تزادو في الطبيعه، نرجعوهم للطبيعه. دوزنا بهم تجربه، كنت باغي نخرج منهم ندير انتج منهم، ساعه ما مصدقاتش ملي مصدقاتش ما بقاش حابسهم عندي، نرجعهم للطبيعه نشوف الطبيعه على راسهم وربي رازقهم بيان سور. الماكله اللي غياكلوها هي كاينه ديجا طبيعية ناتوريل، الحريقة، الوراق ديال الأعشاب ديال اللي باش كيعيشو، يعني كلشي هنايا موجود في الطبيعة متوفر، أحسن من داكشي اللي غنعطيهم أنا. إذا الطبيعة أحسن بلاصة ليهم، فلهذا بقاو فيا حيت ولفتهم، ولكن من الأحسن كتب لي الطبيعة هي أحسن مكان يكونوا فيه. دونك على بركة الله نحلو اليوم هاد الباب، نمشيو بجوجهم، تبقى وحده باش يبقاو بجوج. هاد المكان ما فيهش هاد النوع هذا بزاف ديال نوع الطيور هذا بزاف، هاد البلاصه اللي جيت ليها، ولكن تكون فرصه نيت باش يتكاثروا فيها. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ما عقلوا عليا كاع، قالوا لي شكرا هانيات ماشي مشكل. سير غادي يبقاو بجوجهم بليسكو مكاينش، صافي مشاو. هاد تيمسيان هو فرحان كيغني، منظر زوين صراحة، منظر واعر، منظر جميل جدا. مغاديش يتفارقو حيت كيبقى النداء ديال الذكر مكاينش بحالو، دونك كيفاه غتبقى ديما الذكر ينادي والنتوى غتكون معاه. دونك داكشي علاش أنا مترددتش أنني نطلقهم هنايا. كيقلب عليها ايوا هذا المكان، احساس رائع صراحه ملي كتشوف بحال هذا المنظر هذا. هل انت كتجاوب معاه هنايا؟ ما عرفتش فين مشات. ايوه